صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. حلقه جديده وفقره رياضيه جديده. انا اسمي سماء وحكون مدربتكم لليوم. اليوم حيشاركونا عماد وسهى، رح يعملوا تمارين معنا، واتمنى بالبيت الكل كمان يشاركنا. اليوم رح نركز على الجزء العلوي من الجسم، وبالاخص على عضلات الظهر والدهن والتكتلات اللي موجوده به هذيك المنطقه. هلا رح نبلش مارشينج بمحلنا، نحرك ايدين واجرين مع بعض. هلا بدي اياكم دائما تخلوا كتافكم مرخيين، صدركم مفتوح، دائما دقننا مرفوع، راسنا مرفوع، ونحاول دائما ناخذ نفس بانتظام. هلا رح نطلع لفوق كمان شوي، جرب محلنا. هلا لتمارين اليوم ما بتحتاجوا اي شيء الا اذا حابين اوزان. اذا ما بدكم سهى اليوم ما رح تحمل، فممكن تمشوا معاها. رح ناخذ ايدينا فوق راسنا، هلا خليكم هون، ايدينا رح يرتفعوا لفوق فوق راسنا. اذا في اي حد عم بيشاركنا اليوم ما بيقدر ينط، بتقدروا ترجعوا مشي بمحلكم على الارض، بس نرفع ايدينا لفوق. كمان ثمانية هون. واخر اربعة، اربعة، ثلاثة، اثنين، وآخر وحدة. رح نبلش بأول تمرين مع الأوزان. نتني الإجر الأمامية والخلفية، رح تكون على أصابع إجرينا. إيدينا حيبلشوا تحت كتافنا بالضبط، رح نرفع كوعنا للخلف، نحاول نشد المسافة اللي بين كتافنا. كل ما ترفعوا إيديكم وكوعكم لفوق، بديانا نطلع نفس لبرا. هلأ بدياكم تخلوا نظركم على الأرض عشان نرسم خط واحد من الراس لآخر العمود الفقري. كل مرة نحاول نشد على المسافة اللي بين كتافنا شوي أكتر. هلأ رح نبدل الإجرين، نحط التانية قدام، ورح نعمل إيد إيد نفس التمرين، بس مرة يمين ومرة شمال. رح نعمل كمان تكرار هون من هات. كمان أربعة، ثلاثة، اثنين، وآخر وحدة. رح نحط الأوزان على جنب، ناخذ كعب للأمام وحدة وحدة. هلا اليوم رح نتنقل بين تمارين أو تكرارات مع أوزان وتكرارات مع كارديو، نضيف عليها نطة صغيرة. وزي ما قلت لكم قبل، تقدر تضلكم على الخيار الأسهل بدون ما ننط بمحلنا. نفس هذا التمرين رح نضيف عليه إيدين، نفس الإجر الأمامية، الإيد نفسها رح تطلع لفوق. هلا بدي اياكم تحاولوا ترفعوها لفوق لعند زوايا الغرفة، مش مباشرة جنبنا. كمان ثمانية هون، سبعة، ستة، خمسة، نحاول نبعد ايدينا عن بعض قد ما بنقدر. ثلاثة، اثنين، واخر وحدة بدون ايدين، خليكم هون. هلا بدنا نعمل اشيين مع بعض اليوم، نشتغل على لياقتنا، نحرق الدهون اللي بالمنطقة عند الظهر، وبنفس الوقت نحاول نعمل شد لهذيك المنطقة. هلا رح ننتقل للتمرين اللي بعده. ديروا بالكم لما تنزلوا راسكم على الأرض، نفس الإشي، إجر رح تطلع لقدام، متنية والخلفية مفرودة على أصابع إجرينا. رح نفتح إيدينا للجنب. هلأ كل ما فردنا إيدينا أكتر هون، كل ما اشتغلوا العضلات الخلفية أكتر. نفس الإشي، نظلنا باتجاه الأرض، نطلع النفس لبرا لما نرفع الأوزان لفوق أو إيدينا لفوق، ولسه عم نركز على المنطقة اللي بين الكتاف. نعمل كمان ثلاثة، اثنين، وآخر وحدة. رح نبدل إجرين، وهاي المدى رح نعمل وحدة وحدة، بعدين الإيد الثانية. هلأ حتى لو مش حاملين أوزان، ممكن تركزوا على العضلات اللي عم نشتغل عليها اليوم وتستفيدوا تقريبا نفس الإشي. We'll be right back.
هون 7 وآخر 4 3 2 آخر واحدة. alright رح نريح إيدينا نمشي step touch من اليمين للشمال. هلا إذا حابين نضلكم هون رح نستعمل إيدينا. حاولوا تفتحوا صدركم قد ما بتقدروا لما يرجع إيديكم للخلف. هلا رح نرفع الإجر الخلفية نعمل هوب صغير من يمين للشمال. ما تنسوا تحركوا لي إيديكم معكم نفس الوقت. رح نعمل كمان 8 هون. وآخر 4 هون 3. هلا نفس التمرين رح نتحرك فيه للأمام وللخلف. اطلع لقدام ارجع لورا كمان مرة زي كأنه بدنا نرسم مربع على الأرض. رح نعملها كمان مرة هون. وآخر 4 2 آخر واحدة للأمام وللخلف. اوكي رح نمسك الويت تاعنا كمان مدى. نسكر اجرينا على بعض وبدياكم شوية تميلوا حالكم لقدام من مفصل الحوض والركب مسكرين على بعض. صدرنا حيكون موازي للأرض. معدتنا أهم إشي مشدودة لجوا على الآخر. رح نفتح إيدينا للجنب. هلا بديانا نرفع لفوق قد ما بنقدر وتأكدوا ما تلزقوا لي إيديكم في دينيكم. بالعكس بعدوهم للجنب. كل ما يطلعوا إيدينا لفوق نطلع نفس لبرا. هلأ هون عم نستهدف عضلات وسط الظهر، العضلات اللي تحت لوح الكتف. رح نعمل كمان 8 هون. 8 7 6 ما تاخذوا كتافكم معكم بس الإيدين اللي عم بيتحركوا. آخر 2 رح نطلع لفوق شوي شوي. 3 2 1 نزل إيدينا لتحت كمان مرة. 3 2 ظهر مستقيم. رح نعمل كمان 4 زي هدول. حاولوا ترجعوا إيديكم ورا راسكم لما يطلع لفوق. 3 2 آخر 2 زي هاي وهي آخر وحدة. رح نرجع سريع لفوق سريع لتحت. آخر 4 هون. 4 3 2 وآخر وحدة. رح نريح إيدينا. هلا تأكدوا يكون في وسع كفاية حواليكم ما يكون في إشي رح توقعوا عليه. ركبة رح تطلع لفوق والإجر الثانية رح ترجع للخلف. هلا استعملوا إيديكم معكم بهاي الحركة. بدنا نضيف عليها جامب صغير. ارفعوا ركبتكم لفوق قد ما بتقدروا كل مرة. رح نعمل كمان 8 على هاي الجهة. 7 وآخر 4 3 2 وآخر وحدة. هلأ تمريننا الجاي بس نحتاج وزن واحد. حطوا لي يا باليمين يا بالشمال. أول إشي بدنا نفتح مسافة بين إجرينا ورح ننزل على الإجر العكس اللي حامل الوزن. نتني لورا نعمل سايد لانج. لما نطلع لفوق رح ندفع إيدنا معنا وكون على نفس مستوى كتفنا. كمان 4 هون. 3 2 نرفع الإيد الثانية لفوق معانا كمان. هلا كل مرة حاولوا ما تنزلوا ظهركم لتحت. خلي إجريكم ينزلوا. حاولوا تقعدوا لورا كل مرة. آخر 2 هون وآخر وحدة. نفس الإجر المتنية رح تطلع لفوق. خلي أصابع الإجرين والركب لعندي. 4
ثلاثة، ممتاز، اثنين، برافو، آخر وحدة. أوكي رح نقلب الجهة الثانية. أول إشي ناخد ركبة لفوق طول الوقت عم نتحرك، حتى لو بتتعبوا ارجعوا مشي بمحلكم بس ما توقفوا مرة واحدة. وآخر اثنين هون، هاي المدى مع الجنب الصغير لفوق. رح نعمل كمان 8 من هدول. Good. كمان 6، 5، آخر 4 زيهم، 3، 2، وآخر وحدة. هلا نحط الوزن تبعنا بالإيد الثانية، نفتح مسافة كبيرة بين إجرينا، رح نمشي للجنب، نرفع ركبتنا وإيد لفوق. هلا تأكدوا كوعكم يكون على نفس مستوى كتافكم، وبدي كوعكم يرجع لورا قد ما بتقدروا. آخر 4 زيهم، 3، 2، إيدنا الثانية رح تطلع لفوق على نفس المستوى. هلا نفس الإجر المتنية رح تنفرد للجنب. وآخر 4 هون، 3، 2، وآخر وحدة. هلا ريحوا إيديكم، رح نعمل ستريتشنج بسيط بالآخر، بس أول إشي بدنا نعمل كول داون شوي شوي، مشي بمحلنا، إيدين وإجرين رح يتحركوا سوا. رح نعمل كمان 8 هون، ضلكم تنفسوا طول الوقت. ستيب تاتش صغير من اليمين للشمال. نفرد إيدينا قدامنا، بعدين بيرجعوا بيتنوا بجمنا. وأربعة، 3، آخر 2، نسكر إجرينا على بعض وإيدينا على بعض. ستريتش صغير للأمام، نزلوا دعنكم لعند صدركم، دوروا الظهر للأمام ونريح. ممتاز، هيك بنكون وصلنا لآخر حلقتنا. يعطيكم ألف عافية، نشوفكم بكرة مع حلقة جديدة وفقرة رياضية جديدة. باي باي.